الديانتين الإسلامية والمسيحية بهدف الاتفاق إلى صيغة موحدة للمسلمين والمسيحيين فيما يتعلق بأداء القسم. وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي عيسى دوبران يقدم نداء لشركاء التنمية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالخطة الوطنية للتنمية. وعمدة بلدية النمينة مريم جمعة عبيد تطلق حملة لإزالة الأوساخ والنفايات من مدار الصرف الصحي استعدادا لموسم الخريف. المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية التالية نقدم لحضرتكم عرض المسائل هذا اليوم. استقبل رئيس الجمهورية إدريس دي بيت نور رجال الديانتين الإسلامية والمسيحية، ويعد هذا أول لقاء يجمع رئيس الجمهورية برجال الديانتين منذ اعتماد دستور الجمهورية الرابعة. اللقاء يهدف إلى الاتفاق إلى صيغة موحدة للمسلمين والمسيحيين فيما يتعلق بأداء القسم. رشاد حسن طه. انطلاقا من مبدأ يجب أن تكون السيطرة على نمط الحياة والجدية في إدارة الشأن العام وتطهير مواردنا المالية العامة في صدارة أولوياتنا، من أجل ذلك جاء وفد رجال الدين الإسلامي والمسيحي بتشاد لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيت نور، حيث أبدى رجال الدين عن سعيهم للمشاركة في بناء الجمهورية الرابعة على القيم والمواقف والممارسات والسلوكيات الفاضلة. اللقاء الذي حضره معاوني رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني استمع فيه فخامته لرجال الدين وما يقومون به من حوار وتعاون بين المؤسسات الدينية المختلفة بالبلاد. وأشاد رئيس الجمهورية خلال اللقاء إلى أهمية الدور الكبير الذي يلعبه رجال الدين في توجيه المجتمع ونبذ الخلافات وتوحيد الصفوف ومكافحة الفكر الإرهابي الهدام من خلال الإرشاد الديني الصحي. فنحن في هذا الوقت هذه المقابلة مهمة جدا، ونحن كقادة دينيين لا بد من أن نلتقي بقائد هذه السفينة وحامي هذا المجتمع، لا بد من أن نأخذ من توجيهاته والذي يراد منا كرجال دين. ومعروف أن مشاكل العالم كلها الآن هي مبنية على الدين، من أجل ذلك يعني جئنا وأخذنا بعض التوجيهات التي تنفعنا في مسيرتنا. رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أكد بأنهم سيلعبون دورهم في ترسيخ دعائم الجمهورية الرابعة، خاصة الاتفاق على إيجاد صيغة موحدة لأداء القسم لأعضاء الحكومة الجديدة، الأمر الذي ينص عليه الدستور الجديد للجمهورية الرابعة. أما الشيء الذي هو أساسي في هذا الاجتماع هو يتعلق بناحية القسم، القسم الذي يؤدى كل وزير أو أي إنسان مسؤول، ما هو القسم الذي يلتزم به أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المجتمع وأمام الوطن. فإذا يعني مطلوب مننا كرجال دين أن نأتي بصيغة، هذه الصيغة صيغة موحدة للتشاديين كلهم بدون تمييز للديانات وما شابه ذلك، كصيغة وطنية كل إنسان يلتزم بها. فإذا نحن الآن سنبدأ في اختيار مثل هذه الصيغة، وإن شاء الله سيعمل بها في المستقبل. فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيت نور دعا رجال الدين إلى نقل الصورة الحقيقية للدين الذي يدعو إلى التآخي والتسامح وإرساء مبادئ المحبة بين الجميع وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الأديان. في سلسلة التقارير التي يعدها التلفزيون الوطني التالي حول الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية والذي قدمه بعد توقيعه واعتماده مشروع الجمهورية الرابعة، فاليوم تناولت الزميلة فاطمة داود الحمير مسألة الانتخابات، تناولت مسألة تمكين المرأة في تنمية المجتمع. لا تنمية اجتماعية ولا اقتصادية ولا حتى المستدامة دون مشاركة للمرأة،
فالمرأة التشادية في ظل الديمقراطية التي تنعم بها بلادنا أصبحت من أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي شغل النساء مسؤوليات صعبة عادة ما كانت تقع على عاتق الرجال هو ما طالبنا به منذ أن حل علينا فجر الديمقراطية من خلال الملتقى الشامل الذي نظم في العام 1993، ومن ثم في ذاك الأخير الذي انعقد في أبريل الماضي وليد الجمهورية الرابعة. فبكل رحابة صدر من فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو تحصلنا النسوة باهتمام وبمناصب مرموقة في الجمهورية الرابعة وفي سبيقاتها. أسمح لي عشان نركز بشكل خاص في تطوير المرأة التشادية. المرأة اللي بس تمثل الركيزة الأساسية وتتنمي على البلد. أسباب ده القرارات المنتدى تقص دور المرأة في العهد الجديد ده تترجم بسرعة في الواقع الملموس، وفي نفس المجال نقدم حلول مناسبة للقضايا المتعلقة بالأنف ضد المرأة والزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية ومختلف أشكال التمييز ضد النساء. دور المرأة في بناء الدول وتحقيق رقيها وتقدمها لا يكتمل إلا بالتعليم، فالتعليم هو شعاع ينير الطريق لكل فرد من الجنسين للحصول على مواقع مرموقة. هذا ما أكده رئيس الجمهورية في خطابه حول ترقية المرأة وتحفيزها إلى العلياء. التعهد ده أنا شلته، ولازم أنت كلكم كي تشيلوا التعهد ده معي، لأن قال بدون التعليم البلد ما تتمكن أبدا من فائدة العائد الديمغرافي للشباب وللنساء الأهل. مما لا يختلف فيه إثنان أن تفعيل دور المرأة في المجتمع في كافة الجوانب وعدم هضم حقوقهن وتهميشهن والعمل على مشاركتهن له دور فعال في النهوض بالبلاد في مختلف الميادين، وهذا ما تسعى إليه الجمهورية الرابعة في تحقيقه. أما الزميل حسب الكريم محمد سعيد أبا زين تناول في ورقته وضع العالم الريفي والتحديات التي تعيق تنمية العالم الريفي. لطالما شكل الريف القوة الدائمة لكل مشروع تنموي لأي بلد أراد النحوض، فالزراعة والثروة الحيوانية ركائز أساسية لا يمكن التخلي عنها أبدا، وهي جزء لا يتجزأ من العالم الريفي، الأمر الذي أكده رئيس الجمهورية في خطابه الذي قدمه تزامنا مع إعلان الجمهورية الرابعة، والذي طالب من خلاله بتطوير إدارة التنمية التي تخدم الشعب بالمناطق الريفية والحضرية. الجمهورية الرابعة ده عشان ندوره تبقى جمهورية نظيفة، أسباب ده قال أننا محتاجين لتكوين إدارة تنمية تخدم التشاديين في الريف وفي المراكز الحضرية، والأمل يبقى مع رجال ونساء أوين واقفين فوق بطونهم شاطرين حاضرين في الميدان بحب وطنهم وعندهم إيمان والثقة في بلد الشاد. تأكيدا آخر تضمنه الخطاب الشامل لرئيس الجمهورية، فمياه الشرب والطاقة والاهتمام بالبيئة نقاط أخرى فرضها واقع الحياة لتكون ضمن اهتمامات الجمهورية الوليدة. وبناء عليه ركز رئيس الجمهورية في خطابه على الإصلاح الشامل والحيوي بجميع قطاعات الحياة العامة. الإصلاحات دي حيوية لبلدنا وتشمل كل القطاعات انت الحياة الوطنية على الأموم. الحكومة تعمل في المجال الاقتصادي تهيئة الظروف اللازمة لضمان تنمية إنتاجنا بالتركيز على الزراعة والثروة الحيوانية، لأن تطوير القطاعات الواعدة دي هو ضمان النمو وخلق فرص انت الأمل للنساء الأوين والشباب. وانطلاقا من هذا المبدأ، فإن الجمهورية الرابعة ستكون أمام تحدي حقيقي، من ذلك تعزيز الترابط ما بين المناطق الحضرية والريفية، الأمر الذي تحقق نسبيا عبر إزالة الحواجز الأمنية التي كانت تشكل حاجزا حقيقيا للتواصل بين الريف والحضر. ونبقى في الجمهورية الرابعة، حيث شهدت مدينة مندوح حاضر إقليم اللبون الغربي مناسبة الاحتفال بميلاد الجمهورية الرابعة. كان ذلك في مناسبة رأسها إيمانويل نادينغار عضو المكتب الوطني السياسي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ محمد حسن آدم.
هكذا بدأ اللقاء الذي جمع الأمين العام السابق للحركة الوطنية للإنقاذ وعضو المكتب السياسي الوطني إيمانويل نادينغار مع مناضلي الحزب من مكتب المساندة الشباب المواطن بمدينة موندو حاضرة إقليم لوغون الغربي، وذلك احتفاء بميلاد الجمهورية الرابعة. من ناحيته عضو المكتب السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ إيمانويل نادينغار تطرق في حديثه إلى أهمية الجمهورية الرابعة في تحقيق البرامج السياسية للحزب، كما طلب من المناضلين التحلي بروح المسؤولية وبذل المزيد من العمل وكذا الاستعداد التام للمراحل الانتخابية المقبلة وفق المبادئ السياسية للحزب. قدم وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي عيسى دوبران نداء لشركاء البلاد لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالخطة الوطنية للتنمية تطبيقا للاتفاقات التي أبرموها مع الحكومة. جاء ذلك من خلال يوم التشاورية الذي نظمته الوزارة حول كيفية البدء في تنفيذ مشاريع التنمية. هارون أبا آدم. إن تشاد تزخر بموارد طبيعية هائلة قابلة للاستغلال من خلال إقامة مشروعات التنمية المستدامة، وهو الدافع الرئيسي الذي أسفر إلى عقد الطاولة المستديرة لحشد الموارد من أجل تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس في العام 2017. وقد تعهد عدد كبير من الشركاء بدعم هذه الخطة، وإذ بدأ تنفيذ هذه الوعود وهذه الخطوة الأولى عبر برنامج دعم التنمية المحلية والتمويل الشامل في تشاد الذي نظم هذا اللقاء من أجل تنوير الشركاء الفنيين والماليين بأهم المشاريع التي يجب تمويلها لصالح المواطنين، حيث بدأ الحفل بعرض لمنطقة الساحل وهي منطقة هشة وتعاني من عدة مشاكل بسبب التدهور البيئي والفقر وآفة الإرهاب، وأن بحيرة تشاد نموذجا لذلك، كما أن الدعم الذي يقدم للساحل غالبا لا يرد على احتياجات سكانه. أما بالنسبة لحالة تشاد فإن الاعتماد على البترول كمصدر لعائدات مالية هو من أدخل البلاد في الانكماش الاقتصادي، وأن هذا البرنامج الجديد يهدف بشكل أساسي إلى المساهمة من أجل تطوير الثروة الحيوانية والرعوية والزراعة بمختلف أنواعها وتمويل مؤسسات المشاريع الصغيرة وخلق فرص عمل للسكان المحليين، كما أن المشروع يسعى لدعم المواطنين من أجل الحصول على الطاقة الممكنة باعتبارها آلية هامة لتحريك عجلة التنمية. وقد تداخل بعض الحضور متسائلين عن كيفية تنفيذ الخطط المدرجة في برنامج دعم التنمية المحلية والتمويل الشامل في تشاد. وعقب المداخلات تحدث وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي عيسى دوبران الذي أوضح بأن هناك مؤشرات تبشر بتنفيذ استراتيجيات الخطط الوطنية للتنمية PND، وأن هذا الملتقى يسعى إلى تناول الموضوعات المشتركة، مؤكدا بأن الحكومة ستكرس عملا دؤوبا بإقامة حملات واسعة النطاق لرصد أهم الاحتياجات التي يطالب بها السكان وتحديد الأولويات والإجراءات التي ستمكنهم من تحقيق الأهداف المرجوة والتي يجب أن تتوافق مع أهداف الألفية من أجل التنمية حول آفاق عام 2030. كما أشار الوزير دوبران أن مشروعات التنمية المستدامة توفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص بالأخذ في الاعتبار العدالة البيئية، وهي توجيهات رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو الذي يصر دوما على ضرورة ترجمة الخطة الوطنية للتنمية حتى تكون واقعا ملموسا، وذلك بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة سكان الريف. أطلقت عمدة بلدية جمينة مريم جمعة عبيت حملة لإزالة الأوساخ من مجاري الصرف الصحي استعدادا لموسم الخريف. وبعد الانطلاقة الرسمية قامت البلدية بتنظيف عدد من المجاري بالدائرتين السادسة والثامنة. حسن جد عمر. دأبت بلدية أنجمينة مع بداية الموسم الخريف من كل عام بتنظيم حملة خاصة بتنظيف جميع مجاري الصرف الصحي بكل دوائر العاصمة، حيث تقوم البلدية بالتنسيق مع المؤسسات الخاصة بإزالة الأوساخ المتراكمة في المجاري. وقد شهدت الانطلاقة هذه المرة تنظيف كل من مجاري حارت مرسال بالدائرة السادسة وحارتي الدجيل بالدائرة الثامنة وريبو بالدائرة الرابعة. جينا نمرغ الوساخة من الكانيفويات عشان الخريف جاي، والخريف كان جدا الالمده بجري في المجاري الهسه جينا نعدلهم. ده دور الشعب ذاته كيساعدونا عشان الوساخه ما يجبوا يسبوه في المجاري انا الالمي. كما اكد ممثل المؤسسات المنفذه لهذا المشروع جاهزيه مؤسساتهم للعمل بشكل متواصل وتنظيف المجاري المائيه من النفايات.
نشيل الوسخ ده ما نصبه بره، عشان سبينا بره ده امراض للشعب، عشان ده بتحصل نشيله بوتائر طوال نصبه في الليل نبي نصبه نودوه في الوسخ بعيد نصبه. اخراج النفايات المتراكمه بمجال الصرف الصحي وحده لا يكفي، بل يتطلب من البلدية تخصيص أماكن بعيدة من العاصمة لنقل هذه الأوساخ بدلا من تركها لتعود إلى ما كانت عليه. قام سفير دولة الإمارات العربية المتحدة محمد علي الشمسي بزيارة لمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. الزيارة تهدف إلى ربط جسر التواصل بين سفارة الشي والمجلس. محمد حسن آدم والمزيد من التفاصيل. في إطار العلاقات الثنائية القائمة بين البلاد ودولة الإمارات العربية المتحدة، جاءت زيارة سفير دولة الإمارات لدى البلاد سعادة محمد علي الشامسي إلى مقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهي زيارة ودية بهدف التعارف بين السفير وأعضاء المجلس الأعلى، وكذا ربط جسر التعاون والتواصل بين المؤسستين الذي كان له أثره الفعال مسبقا. فهدف الزيارة التعارف فيما بيننا وفتح المجالات الواسعة للمستقبل، وإن كان هي الإمارات لها يعني أعمال كثيرة جدا ومشاريع كثيرة جدا في هذه البلد منذ عشرات السنين. سفير دولة الإمارات العربية المتحدة من جهته قال إن هذه الزيارة تعتبر نقطة الانطلاق للأنشطة المشتركة بين السفارة والمجلس الأعلى في الخدمات الإنسانية والاجتماعية والدينية. نحن في دولة الإمارات، وأنا كسفير دولة الإمارات حقيقة الأمر أستكمل ما بدأه غيري من المحسنين والجمعيات، وهذا وليست بداية، هي البداية مثل ما ذكر فضيلة الرئيس أن البداية كانت بداية من عشرات السنوات لمؤسسات الخيرية لدولة الإمارات والمحسنين في دولة الإمارات. هذا وقد اختتمت الزيارة بتفقد الأقسام الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فضلا عن قاعة المحاضرات والمؤتمرات بالجامع الكبير للملك فيصل. قدمت مؤسسة القلب الكبير معونات غذائية لصالح الشرائح الضعيفة في العاصمة الجميلة. المعونات سلمها ممثل المؤسسة عمر يحيى حسين لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى، حيث يقوم المجلس بتوزيعها لمستحقيها. زينب أحمد الرحمن. إن مؤسسة القلب الكبير تهدف من خلال هذا الدعم إلى مشاركة المجلس في الخدمات النبيلة التي يقوم بها المجلس كالمعتاد في المواسم الرمضانية، وخاصة أثناء حياة الفقيد الدكتور الشيخ حسين حسن بكر رحمه الله الذي عرف بالجهود الجبارة في هذا المجال. لذا فإن هذا الدعم سيكون دعما رمزيا للفريق الجديد، ولا يفقد المجلس مكانه المحفور في قلوب المحتاجين والضعفاء. هذا ما جاء في تصريحات ممثل مؤسسة القلب الكبير عمر يحيى حسين. تجيس أنا شهر رمضان ده نحاول نجو نساعدكم بشيء قليل، جبنا لكم كمية من الرز، كمية من السكر، كمية من الدهن، وعندنا بروش كمان برضه جبنا لكم، وعندنا مبلغنا 10 مليون. ال10 مليون ده يخلوكم تشتروا بقر وتشتروا أكل الآخر تقدروا تزودوا فوقه لتساعدوا فوقه المسلمين. من جانبه رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية دكتور محمد عيسى خاطر قد ثمن على هذه الجهود وقدم شكره وعرفانه لرئيسة مؤسسة القلب الكبير هند ديبي إتنو صاحبة المبادرات النبيلة على عطاء السخي والمتواصل لصالح الضعفاء. هذا الجهد المبارك الذي قدمته مؤسسة القلب الكبير الله سبحانه وتعالى يشكره، ثم نحن نشكر هذا كله، لأن الإنسان إذا قدم معروفا لا بد من أن يشكر، وإن كان الشكر من عند الله سبحانه وتعالى حيث أنه يعظم لهم الأجر ويتقبل منهم هذا العمل المبارك. إن هذه المعونات الغذائية المقدمة من مؤسسة القلب الكبير اشتملت الرز والسكر والزيت والمفروشات، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 10 مليون فرنك سيفا. قام مسؤول الوكالة الوطنية للتنمية الريفية بإقليمي بحر الغزال وكانم عيسى عبد الرحمن بزيارة تفقدية للمشاريع الزراعية التي تمولها الوكالة. حسن جد عمر. إن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الأكثر أهمية كونه يسهم بشكل فعال للنهوض بالاقتصاد الوطني.
الأمر الذي جعل الحكومة تليه اهتماما بالغا، مما دعا ذلك إلى إنشاء وكالة وطنية تعنى بتنمية العالم الريفي وتطوير القطاع الزراعي. وأن هذه الجولة التفقدية التي قام بها المسؤول الفرعي للوكالة الوطنية للتنمية الريفية أنادير بإقليمي كانيم وبحر الغزال عيسى عبد الرحمن إلى عدد من المشاريع الزراعية وكذا مزارع النخيل بمدينة ماو حاضرة إقليم كانيم للتعرف على أعضاء المزارعين وتشجيعهم للقيام بمشاريع زراعية صغيرة وتعريفهم بالوكالة. نحن كوزارة الزراعة ووكالة أنادير نبذل كل ما بوسعنا لإنقاذ التمر، لأن التمر جزء من تاريخ كانيم وعائد مالي لسكان ولأصحاب المزارع. زيارة مسؤول الأنادير إلى المزارع بإقليم كانيم جعلت المزارعين يعبرون عن سرورهم الشديد الذي يدفعهم إلى تقدم العمل بالقطاع الزراعي، مقدمين شكرهم إلى الوكالة لاهتمامها بجميع قضايا العالم الريفي. قام وفد من المكتب الوطني السياسي لحزب الحركة الوطني الإنقاذ بجولة توعوية لمناضلي ومناضلات الحزب حول مخرجات الملتقى الوطني الشامل بمدينة جريدة بإقليم وادي فيلة. تفاصيل أوفى مع محمود حسن سمو. إن نتائج المنتدى الوطني الشامل التي رسمت خارطة طريق جديدة لتشاد قد دفعت بالمكتب الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ MPS إلى القيام بحملة توعوية لمناضلي الحركة بمختلف مدن البلاد الداخلية. فضمن هذا الإطار فإن وفدا من المكتب الوطني قد توجه إلى مدينة جريدة حاضرة دار التاما تحت رئاسة أحمد خدام أوغوسي الأمين التنفيذي للحركة لإقليم وادي فيرة. سليمان حماد الأمين التنفيذي للحركة في حضرة دار تاما دعا المناضلين إلى الوقوف خلف الرئيس المؤسس للحركة إدريس ديبي إتنو الذي يعمل دائما وأبدا من أجل خدمة الوطن والمواطنين. في نفس الإطار فقد تحدث أحد أعضاء المكتب الوطني للحركة المكلف بالزراعة لدى الحركة، كما أشاد بمختلف المواد التي يحتويها الدستور الجديد سيما المواد التي منعت الزواج المبكر والعنف الممارس ضد المرأة. إن دعوة مناضلي الحركة من أجل الاستعداد اللازم لمختلف المراحل الانتخابية المقبلة كانت محورا رئيسيا لكلمة رئيس البعثة. فوت ليجو دا نازول عند غارانتي هذا في ريجون بيسي لما يودي لغاية البيرو بوليتيك دا في au niveau de conseil régional secrétaire général régional منه باو البيرو بوليتيك سنس يتعفق من التهت يجيرو. فبعد مدينة جريدة فإن الحملة التوعوية لمناضلي الحركة ستواصل طريقها لتشمل كافة مناطق حاضرة دار تاما. ونبقى في ذات المنطقة حيث احتفل كانتون جريدة غرب عاصمة دار تاما بتنصيب رئيس الكانتون الجديد عبد الله إبراهيم عبد الله غوك، كان ذلك بحضور حاكم إقليم وادي فيرة محمد ليو تنقل. تفاصيل الخبر للمرة الثانية مع محمود حسن سامبو. يستحوذ كانتون جريدة غرب من الآن فصاعدا على رئيس جديد يتمثل في عبد الله إبراهيم عبد الله غوك، لأنه يعتبر واحدا من أبناء منطقة دار تاما، بحيث عين على رئاسة هذا الكانتون بمرسوم الرئاسي. لذلك فإن المهام التي يقوم بها تتمثل في دعم الإدارة في مجال الأمن والتعايش السلمي وكذا الوساطة بين الإدارة والسكان التابعين لمنطقته، أيضا حماية العادات والتقاليد بالمنطقة وكذا إدارة الأعمال غير القضائية. حضر هذا الحفل الكثير من المواطنين منهم حاكم إقليم وادي فيرة وفد كبير لسلطنة دار تاما، أيضا أبناء جالية دار تاما من الخرطوم بالإضافة إلى نواب سودانيين. هذا ومن جانب آخر ربما أن رئيس هذا الكانتو عبد الله إبراهيم عبد الله غوك يعتبر لواء بالجيش الوطني التشادي، فإن الكثير من زملائه حضروا حفل تنصيبه. محافظ حاضرة دار تاما سوقيه يوسف ناشد رئيس الكانتون المنصب بأن يعمل من أجل السلام والتعايش السلمي بين كل الذين يسكنون هذه المنطقة، مؤكدا له بأن السلطات الإدارية ستقف بجانبه من أجل القيام بالمهام التي أوكلت إليه. من ناحيته رئيس الكانتون أكد بأنه سيعمل بكل التوصيات التي قدمت إليه خلال حفل تنصيبه. فيما يخص المواطن
تابعين سلطة تقليدية غريدة غربية. أنني أخشاكم وعلى روحي تعاون في مجال الأمن لكل تكون أفكارنا من أجل نهوضنا سلطاتنا التقليدية لكل نكون المنظمة المواصلتنا في مجتمعنا إلى الأفضل. عاشت والي ولاية ورفرة، عاشت مغاتية دارتامة، عاشت مركز إزارة جريدة، عاشت كنت جريدة خربية. اختتم الحفل بتقديم التهاني لرئيس الكانتو من مختلف الوفود المشاركة منها السودانية وباقي رؤساء الكانتونات، وتمنوا له عملا موفقا. قدمت جمعية الكتاب والمؤلفين التشادين معدات مدرسية لصالح تلاميذ ثانوية إتوال كولر الواقعة بحارة كليماد. وخلال الكلمات التي شهدها حفل تسليم المعدات، أكد الجميع على أهمية هذه المعدات في نفوس التلاميذ ومسؤولي المدرسة وذويهم، لأنها تلبي احتياجات الكثير من التلاميذ. كما قام أحد أبناء مدينة فدا حاضرة إقليم إندي غرب محمود أحمد ديبي بتقديم مساعدات تتمثل في معدات مدرسية لصالح روضة الأطفال حوامي، والتي أسست عام 2016. المعدات سلمت لعمدة مدينة فدا محمد أحمد ديبي، الذي بدوره شكر القائم بهذه اللفتة الكريمة التي وصفها بأنها تسهم في تشجيع طلاب المدرسة ومدرسيهم. ونبقى في الشأن المدرسي، حيث شهدت قرية أم جميزة الواقعة بإقليم وادي والداي افتتاح مدرسة ابتدائية تم بناؤها من قبل جمعية الشراكة من أجل التنمية المستدامة في شارع عبد الصادق لأحمد. تم بناء المدرسة الابتدائية بقرية أم جميزة الواقعة على بعد 60 كيلومترا شمال غرب مدينة أبشي من قبل جمعية الشراكة من أجل التنمية المستدامة في تشاد بمبلغ قدره 15 مليون فرنك سيفا. وقد تم افتتاح المدرسة في يوم السبت 5 مايو عام 2018 من قبل ممثل المندوب الإقليمي للتربية الوطنية بوداي حمدان عثمان، الذي أشاد بالمبادرة التي قامت بها الجمعية داعيا سكان القرية إلى الاهتمام بتعليم أبنائهم المكلف بالمشاريع بجمعية الشراكة من أجل التنمية المستدامة في تشاد. نور أحمد إبراهيم قال إن الهدف من بناء المدرسة الابتدائية بقرية أم جميزي هو تحسين ظروف التعليم ودعم القرويين من أجل تعليم أبنائهم وزيادة نسبة تعليم الأطفال. أما نائب رئيس الجمعية محمد صالح علي أحمد فقد دعا جميع التشاديين إلى دعم جهود الحكومة في مجال التعليم. هذا وقد تم تأسيس جمعية الشراكة من أجل التنمية المستدامة في تشاد في عام 2009 بفرنسا، ونفذت العديد من المشاريع في تشاد مثل توفير المياه الصالحة للشرب عبر حفر الآبار وتوفير المستلزمات الصحية وغيرها. وإليكم هذا الخبر الحزين، حيث زميلنا الفني الضيف عمر الفني بالإذاعة الوطنية التشادية لبى نداء ربه حيث انتقل إلى رحمة الله يوم أمس بمدينة جميلة. ولد الفقيد الضيف عمر الديز في 27 مارس 1969 بقرية كتومة بمقاطعة ملفي بإقليم جيرة، وبعد دراسته عمل في إذاعة 92.5 كفني، وعام 2004 تم توظيفه في الوظيفة العامة 2006، واشتغل كفني في قسم التغطيات والبث الهوائي كما عمل في القسم الفني بالجمعية الوطنية. توفي الفقيد تاركا أرملة وأربعة أيتام، إن لله وإنا إليه راجعون. ونشر بقراءة مرسوم وبيان صحفي مرسوم رقم 1321 باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والمهجر، يصدر بما يلي: المادة الأولى، عين السيد فضل السيد علي نافع
سفيرا فوق العادة ومطلق الصلاحية لجمهورية تشاد لدى جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية مع إقامة بأديس أبابا، وممثلا دائما لدى الاتحاد الأفريقي، وذلك خلفا للسفير الشريف محمد زين الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. المادة الثانية: يستفيد المعني من جميع الحقوق المنصوص عليها في المرسوم رقم 570 الصادر في 23 من أبريل 2012 المذكور أعلى. المادة الثالثة: على كل من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والمهجر ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه كما يشار ويسجل في الجريدة الرسمية للجمهورية. حرية في نجمينا في 9 مايو 2018 التوقيع إدريس ديبي إتنو. بيان آخر: يخبر الأمين العام للجمعية الوطنية كافة النواب بأن الجلسة العلنية التي من المقرر أن تعقد يوم الخميس العاشر والجمعة 11 من مايو 2018 فإنها أجلت إلى أجل غير مسمى. نجمينا 9 مايو 2018 التوقيع قيدل محمد نائب الأمين العام بالجمعية الوطنية. بهذا البيان ننهي معكم هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.